Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, hari ini hari Jumaat, hari yang kita selayaknya memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda, sebagaimana firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lebih-lebih lagi pada hari ini adalah hari kita menyambut Maulidur Rasul semalam dan juga hari-hari ini yang dipanggil sebagai bulan Maulidur Rasul. Dan alhamdulillah kebetulan pada hari ini saya dengan nasyid.com dan juga sahabat-sahabat datang, antaranya Dakmi, oleh kerana ada permintaan daripada beberapa IPT tempatan yang minta saya selawat. Saya kebetulan suara bolehlah selawat tapi bukan untuk melagu-lagukannya, cuma saya buat sekali sajalah sebagai apa ni, iring kepada orang yang suaranya baik untuk sama-sama kita dapat menhayati dengan lebih baik. Oleh kerana Dakmi datang pada hari ini, insyaAllah kita dengar dia selawat dan kita selawat bersama-sama dengan dia sebagai sokongan-dokongan dan juga menyahu apa yang Allah perintah untuk kita berselawat. Jadi saya dengan ini menyerahkan kepada Dakmi dan kami akan berdiri bersama-sama insyaAllah. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدو علينا فتفت منه بدود مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وخالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأي وجهك يسأل يا كريم الوالدين عودك صافي مبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علموا سري وأخفى
مستجيب دعواتي. ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلوات الله على أحمد، أنت تحرير الصدور. أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بما شهدنا أنك أنت الله، أنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقضي حاجتنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجزم ومن سيء الأسقام. اللهم يا الله، يا الله، يا الله، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.